عندك مهمة صعبة. هالمسابقة كتير كبيرة وضروري جدا تتدربي وتشتغلي منيح. انت لازم تكوني جاهزة. حاضر استاذ. بس تيكي، برأيك انت شو فينا تعمل نانديني لحالة بالمسابقة؟ مين رح يكون شريكة؟ في شي حدا ببالك؟ يعني لازم تختار شريك لنانديني يكون منيح كتير. ماني مالهوترا. ماني مالهوترا هو يلي رح يكون شريكة بمسابقة. ماشي؟ عفواً ماني، بس ما حدا اختارك لتكون مع نانديني. بعد إذنك، آسف أنا بظن إنك نسيت. لا ما بظن، الحقيقة أنت لازم تعتذر، لأنه كل القرارات يلي بتتوقع بإيد ست نيونيكا. ست مالهوترا، أنا المسؤول عن هالمسابقة، وإنه أنا اللي لازم وافق على مين رح يكون. أنا اللي لازم وافق، وأنا اللي لازم أختار. ولهيك أنا مو موافق إنه يكون ماني شريك نانديني بهالحفلة، وإلا أنا مضطر أتخلى عن هالمسابقة. واو، كل احترامي لبانديت، هو حذرك. ما بيعرف نيونيكا، شكلك لقيت الشخص يلي بيشبهك. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ استرخي ماشي، انا متاكد رح تقلبي ضدنا. ماني خبرني شو عم يصير معك. ماني، ماني شبك. شو عم تعملي؟ هادي اللي عم اسألك يا سيد ماني مالهوترا، انت شو عم تعمل؟ وليش لتكون شريكي بالمسابقة؟ أنت مفكرة أنه إذا سألتي رح جاوبك بس لأنك قفلتي الباب؟ هيك مفكر أنت؟ عم أعمل هيك مشانك؟ ماني بظن أنك جنيت. فكرت أنك رح تتراجع بس لا. ماني، أنت لازم تكون بعيد عن الموسيقى تبعي، لأنه إذا ما بعدت رح تكون عم تدمر كل شيء. ماني لا تخرب كل شيء بس بسبب عصبيتك، وأنا بعرف ليش كان بدك تكون معي، مو مشان للمسابقة، مشان تدمرني. بعد عن الموسيقى، بعد. ماشي، انت شو عم تعمل؟ انا بدي هالشي كتير. تعرفي عندك وش كتير حلو بجنن، وكتير كمان، وانتي لازم تروحي تحكي مع بانديت باسرع وقت بانه انا احسن واحد لحتى شارك، والا ماني. آسف، قلت إني آسف. مفكر إنه هالتصرف رح يغير شيء؟ ليش؟ لا لا، عن جد أنا
آسف، أنا آسف من شانك. يعني شو بهالسرعة؟ رح تخاف؟ اهدأ. شو عم تقول أنت؟ بتمنى تضل محترم. صراحة ماني، الشي اللي أنت مو بحاجة شي، بس كون هون. بدك تكون هون؟ لا، أنت ما فيك تكون بحسي أبدا. كمان الموضوع ما رح يخلص؟ أنت متوتر مشان المسابقة؟ طيب ماشي، خلينا نحكي بصراحة، أوكي؟ من فنان لفنان؟ طيب ليك، منشوف كيف منعزف أنا وأنت على الجيتار وبعدها منقرر، وأنت بتتقبل هالشي ما؟ شو رأيك؟ ماشي، أنا رح أتحداك. حلو، لكن منشوف. أكيد. ماني، انت شو عم تعمل هون؟ عم اتدرب. شو نسيتي؟ اني شريكك بهذا العرض؟ بس الاستاذ المسؤول ما وافق عليك. ايه، بس بانديت قال لي اجي لهون. ايه، هو بده يجربني، بس اكيد انا رح انجح. انا يلي بعرفه انه كتير قاسي. شو؟ نانديني؟ اوعك تتجرأي. وإذا ما رديت؟ جربي. ماني؟ ما قلت لك ما تعمليها؟ بتوقع انه لازم تكون جاهز للعزف على جيتارك، بس كمان بظن انه مو ضروري لك. سيد بانديت، ليك انت جبتني لهون وحتسمع شي ما سمعته من قبل. الامتحان 5 دقايق، واذا ما سمعت رح يخيب املك وظنك. صح، لكن لازم نبلش الامتحان. ايه طبعا. هلا منشوف يا سيد ماني ملهوترا كيف رح تعزف. أوه، نقطع الإقشاط ما؟ وهلأ كيف رح تعزف على الجيتار؟ الجيتار ما رح يكون مشكلة بالنسبة لألي، صدقني. الوقت عم يمر حالياً، وأنا بعرف إنه أنت لازم تعزف على جيتارك. الحقيقة لا، أنا بعرف. شكراً. على شو؟ على هي.
يلا نبلش. أهلا وسهلا متابعينا، بقدم لكم رفيقنا آر جي فيفا، وهذا عرض جديد رح كون فيه طول اليوم معكم لنستمتع. وبدي أخبركم رح يكون العرض بالليل ورح يكون فيه إضاءة. و شو عم تعمل؟ ولا شي، أنا بس عم أتدرب على أول يوم إلي بالشغل. عكل حال، وين آليا؟ ما بعرف، حكينا مسيجات، يمكن بالكلية، ما بعرف وينها. ايه صح، بس ليش انا حاسس انه آليا غلطت؟ بس هي ما بدها تبقى لحالها. ليش؟ مثل مو شايف، الحكي ما بيفيد هلأ ولازم تنطر اكتر. ما فهمت. رأيكم بهالمفاجأة؟ شو؟ هي الذكرى السنوية يوم جبت السيارة. تتذكر لما كنا بهداك المحل؟ انبسطنا كتير، مو هيك ديرو؟ نروح ونعمل دورة؟ يلا. لا، عم أهلك آليا، فهميني ليش بدنا نروح فيها؟ لأنه يا كبير هذا اليوم مميز، لهيك اشتريتها. ايه اكيد هاد يوم مميز، هاد اول يوم الي بالشغل، وشكراً كتير الك آليا لانه هالشي مميز. بس انا بظن لازم نعمل شي لننبسط ونتسلى ونحتفل بهاليوم ونحاول يكون مميز. ايه لازم. عكل حال هي مو الك. شو يعني مو الي؟ لمين لكان؟ لا انا قصدي هي مانا الك، هي لشخص لازم يفهم علي، بس هالشخص مانو هون. بكل شخص يعني ديروف. ديروف؟ ليش ديروف يعني؟ لا أنا قصدي أي حدا، تعرف ماني كمان معصب، رح يكون حلو كتير إذا طلعنا كلنا وانبسطنا وتسلينا، مو هيك ديروف؟ مو مهم، لأنه ما بيعني لي. شو هاد آليا؟ شو اللي عم بيصير؟ عم تخططي لشي من شان ماني؟ ديروف، ليش ما عم تفهم؟ إنه كل اللي عم أعمله مشانك أنت بس. أنا بدي روح معك لمكان بعيد. Thank you.
انت عن جد مفكر انه بهالغنية رح وافق؟ طبعا، لانه رح يكون في تغيير للموسيقى وما رح يكون ماني مالهوترا. ماني، انا رح اعلمك بهذا الاستوديو، بس ما بعرف، ما لازم تكون كتير مبسوط لانه ما رح يكون سهل. ما باركتي لي انه ما رح كمل ابدا. ايه، لانه ما بدي اياك معي، بس انا بدي اكون معك انت بالمسابقه. معك حق، مو للموسيقى، بس وجودي بالمسابقه بس من شانك انت. بهالسرعه رايحه انت موجوده بهي المسابقه؟ كنت بعرف ما بدك ياني بحياتك لأنك بتكرهني، ولأنه إيه؟ أنا بكرهك. بكرهك. أنا ما بعرف ليش عم يصير هيك، أنا ما عم أفهم شو أعمل. نانديني، أنا ما فيني أعيش معك. لا، كمان ما فيني أعيش بدونك. لكن هذا الأمان، أنت ما فيك تكون بدوني. قلتلك أنا ما فيني أكون موجود معك. أنت عطول بتكون منيح وبتجنن. نانديني، امبارح سألتيني شي مهم. ماني، شو يلي ممكن يغيرك وبدك ترجعي لي ضحكتي والموسيقى؟
لهيك يا أنسة نانديني، إذا بدك كون بالمسابقة وبدك نغني مع بعضنا بالمسابقة، لازم ما يكون عندك أمل أبدا. لحظة، ما لازم تكوني مبسوطة منشان الأمل تبعك. تعرفي ليش؟ لأني رح أقلب حياتك لجحيم، وأنا عن كلامي رح خلي حياتك معقدة ورح سبب لك مشاكل كتيرة، وهاد يلي عم قلك يا بوشك. ما عندي مانع، منشوف مين بيربح. أملي ولا عصبيتك؟ لك موفقة أنسي مورتي. وإلك كمان سيد مالهوترا. إنه كل هاد مشان ماني؟ بسيطة، واضح كتير، ما في داعي تشرحي شي. بس دي شو بدي روف؟ آليا خلص بكفي، انتي بس بدك تبيني لي إنه هالشي كله مو منشان ماني. كل شي بيتعلق فيه، كل شي مشانك ديروف. أنا ما عم أفهم أبداً، شو أعمل لحتى تصدق؟ حاج كذب وعلى أساس بتحبيني. كذب؟ من فترة طويلة كتير نحن ضعنا بالغابة، بس أنت ما عم تفهمني. تعرف؟ مر 100 يوم على أول بوسة إلنا، هي ذكرى أول بوسة. أنا بس حبيت نحتفل بهالشي سوا وبس. عن جد؟ أنا ما بظن هيك، لأنه كل حكيك عن الاحتفال ما بصدقه. أنت كنتي أنانية. شو قصدك؟ أنت قلتي إنه هالصداقة ممكن تتغير، وبظن إنه هالشي صح. آسف، أنا ما فيني أكون معك، كل شي بيناتنا انتهى. قصدك إنه أبي مانيو؟ آسفة. الحياة غريبة كتير نافية، شو بدها مني؟ بدي أعيش حياتي مبسوطة مع أبي مانيو، بس مستحيل. وأنتي ما بدك هالولد، بس ليكك نافيا لازم تحمدي ربك. خياراتك كتار، لهيك لا تتوتري وخليكي هيك قوية دائما. وانتي لازم تتقدمي وما تقلقي، التوتر ما بيفيد. نافيا بترجاكي انبسطي وتفائلي، وبدي أطلب منك طلب. نانديني والفاب فايف لا تخبريهم بشي بترجاكي. مو كتير، أنا بوعدك بهالشي، كل اللي قلتي ما حدا رح يعرف فيه أبدا. شكرا. نافيا بحكيكي بعدين، ضلي بخير.
اجت موكتي، وين ماني؟ نانديني، قصدي نانديني كانت هون، فهو اكيد قريب. شفتوا؟ قلتلكن. شو؟ قلتلو انك رح تكون هون لما مرقت نانديني. صح، مهضوم. انا عطول مهضوم. انت ما رح تتغير. اني مهضوم؟ عكل حال، وين كنت؟ كنت عند المدير. ليش؟ بخصوص المسابقة، الصراحة بده كون مع بانديتو جراسيا، بده يعني منشان المسابقة ماشي، وكمان لازم بلش تدريب من بكرة الصبح وبكير كمان. شو يعني؟ خططت لهالشي بدون ما تخبرنا عن المسابقة؟ ديروف، ما فهمت انه ماني عمل هالشي منشان نانديني؟ ماني، هالشي زاد عن حده. انت عم تحارب نانديني. بدي اعمل شي بيضحك لنانديني. انا ما بدي اشغلكن يا شباب، وخصوصي كمان بهذا الوقت، لهيك فهموني. اسف. شوفكم. عن جد؟ لوين؟ شو اللي رح يصير لما رح كون أم؟ واللي عم تقوله مو كتير. معقول أقدر أعمل هالشي؟ رح أقدر أتحمل هالشي ورح أهتم فيه مثل ما كانت أمي تهتم، لأنه رح يكون كل شيء بالنسبة إلي. أنا رح أفكر فيك، ما رح أتخلى عنك أبداً، ورح أكون جنبك طول عمري. شو يلي عم يعملوا بانديت؟ ليش تركنا هون مع كل هالغراض؟ الجيتار وهي الآلة الموسيقية، غريب. يلا يا شباب، خدوا البسوا هدول وبلشوا رقص. شو؟ بدلوا بانديت؟ فهم إنه هاد تدريب موسيقى، تمام؟ مو عرض أزياء. الركض بيحسن لك رئتينك وبيساعدك على التنفس والغناء أحسن، وبيخلي هالشغلات سهلة عليك وما بيكون في مشاكل. شو؟ معها
يلا نبدأ. ماني، على كل حال ما بيهمني يلي بيقولوا وما بصدقه، وانت بتعملي اي شي بيقولوا. ما عم اعمل يلي بيقولوا، يلي قاله صح، هو عم يعلمنا. وعلى كل حال هو عم يعمل كل هالشي مشان نحن ما نخسر. هاي كنزتي. الأستاذ أعطاني هالكنزة إلي، يعني ما تجادلني ماشي؟ برأيك هاد قميصي شي؟ لا تطلعي، هاتي. انت شو رأيك؟ رح يقدروا يكملوا المسابقة ولا بتشوفها مستحيلة؟ اتنين عنيدين، وبعتقد انه رح يفهموا هالشي بأقرب فرصة ممكنة. بدك مي؟ ها؟ لا، انا منيحة ما في داعي. طيب، انا تعبت، لازم نرتاح شوي، لهيك وقفي. خدي اشربي مي. انت فكر منيح، انا رح روح. ممكن نرتاح؟ لا، لسه الخمس دقايق ما خلصت. لا صارت خلاص. نانديني، توقعت هالشي مني. أنا آسفة، ماني بحاجة أسفك. يلا رجعي على الرجل. طيب استاذ، هاي وقعتك بمشكلة. صدقتي إنها سهلة؟ كل يلي بقوله بيكون صح، أنا ما بغلط. يعني لهيك أملك ما رح يزبط أبداً هالمرة، صح؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.